إصابة علي معلول نتمنى عودته سريعا، يحيى عطية الله أتمنى أن يستمر على هذا المستوى بعد البداية التي قدمها في مباراتي جورماهيا الكيني. أستاذ خير اتفضل. نمتلك الدوافع من أجل الفوز بالكأس، والفوز سيعطي لنا دوافع مع بداية الموسم، سنقدم أقصى مجهود من أجل الفوز. لم أحدد حتى الآن التشكيل النهائي، سأقرر التشكيل الرسمي بعد التدريب والذي سيكون قويا. أمتلك 23 لاعبا، سيتم استبعاد 3 لاعبين، لكنني حرصت على تواجد الجميع تحسبا لإصابة أي لاعب. عبد المنعم غير متواجد معنا الآن، لكن أمتلك 4 مدافعين من بينهم ثنائي جديد يوسف أيمن وأشرف داري، ولم نستقبل أي هدف في آخر مباراتين، وأشكر محمد الشناوي على مجهوده مع المدافعين. كفاية كولر هات لنا جوميز بقى. بس هو قال لك سيكون هناك مفاجأة في التشكيل. نروح بقى لا يوجد فارق في مواجهة الزمالك سواء في البطولة المحلية أو القارية، المطلوب من الجميع أن نبذل قصارى جهدنا، وسعيد بخوض اللقاء وسط الجماهير. نروح لجوميز بقى استاذ خيري، يلا جوميز. اتمنى ان تشاهد الجماهير مباراه عظيمه غدا في السوبر الافريقي بين الزمالك والنادي الاهلي. سنواجه فريقا كبيرا يمتلك لاعبين كبار ومدرب كبير، والزمالك لديه لاعبيه كبار وهدفه الفوز دائما. الطريقه التي يعمل بها الفريق واللاعبون هدفها المكسب، والجميع جاهز للقاء سواء الأساسيين أو اللاعبين البدلاء، والزمالك أفضل من الموسم الماضي والفريق يستطيع الفوز باللقب. حاولنا خوض فترة إعداد بعد انتهاء الموسم الماضي، ولعب الفريق 4 مباريات ودية، والصفقات الجديدة دخلت في أجواء الفريق بشكل سريع، ونقوم بتجهيزهم بالشكل الأمثل. لاعبو الفريق يعلمون جيدا ما لهم وما عليهم وماذا سيقدمون للفريق، وسعيد بتواجدي في السعودية. وبالنسبة لطرق لعب الفريقين فكل فريق يلعب بشكل مختلف، وغدا التفاصيل الصغيرة صحيح هي التي ستصنع الفارق. نستطيع أن نعتمد على عمر جابر في الجبهة اليسرى أو أي لاعب آخر من اللاعبين الذين يجدون في مركز الظهير الأيسر لإيقاف خطورة الجبهة اليمنى للمنافس. الزمالك في الموسم الماضي خسر نهائي بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية، وفاز الفريق في نهاية الموسم بلقب الكونفدرالية، وبعدها أغلقنا صفحة الموسم، ولدينا صفحة جديدة غدا نريد أن نبدأها بالفوز ونعمل على ذلك. الفوز بالسوبر سيعطي الثقة للاعبين بالتأكيد في بداية الموسم، وهذه مباراة ببطولة ولكن ستعطي أفضلية لنا. طيب